المدرسة العراقية أو المدارس العراقية واحدة من أهم الملفات التي حاولت وزارة التربية والحكومة العراقية وعلى مدى العقود الماضية حاولت أن تتخطاها لكن دون جدوى. لماذا؟ لكبر حجم المسؤولية والفساد وضخامة المخصصات المالية التي يجب أن ترصد من أجل معالجة ما يمكن معالجته، حيث صور معلم واقع إحدى المدارس في محافظة البصرة الغنية بالنفط، وأظهرت اللقطات المصورة أظهرت رداءة رحلات الطلبة وتهالكها وعدم صلاحيتها للاستخدام مع الحاجة إلى وسائل تبريد، حتى اضطرت المعلمة إلى الهروب مع طلبتها واستكمال الدرس في الساحة المدرسية بسبب الحرارة. قومن من الرحلة هاي، قومن، خلينا نشوفن. طلعا سعد اسحب لي الرحلة، خلينا نشوف انا بدون زعمة عليك. يشهد الله، هذا واقع المدارس، هذا المقعد وهاي مات الكتب، ما موجودة، موجود تحطون عليها هم انكسر هي، يعني هذا واقع المدارس. اتناجدين الشردين انت شردين؟ رحلات وبنك وصبالت. حلو، وبعد يعني شنو تردونا بعد؟ مين طالبين من؟ طالبين وزارة التربية؟ توفير العلم، هاي رحلات، هذا الواقع مال الطلاب، الحلوات السبعات، هذا الجام لا تعورن ليلاً. هذا الجام، اي خليني طبعا الطلاب ما قدروا لان حرارة الصف ورحلات الكثيفة، فما قدرت المدرسات او المعلمات يدرسنهم بهذا المكان. يشهد الله، مو انما اكو تمثيل وكذا، لا انما هو هذا واقع الحال. اجينا لقينا المدرسة جاي تدرس هناك. وفي مقطع فيديو متداول، فيديو آخر أيضا صورته معاونة مدير مدرسة الفراتين أيضا في البصرة، حيث استغاثت المعاونة من أجل إنقاذ طلبتها من الاكتظاظ الطلابي والزحام داخل القاعة الدراسية، وقالت أنه بحدود أكثر من 100 طالب في الصف الواحد في القاعة الواحدة. كيف؟ لنشاهد. السلام عليكم، مناشدة من مدرسة الفراتين، هذا الصف الأول، ألف، مكانات ماكو، بنكات ماكو، رحلات ماكو، هذا الصف الواحد عندنا، هذا العدد الهائل بي. يا وزارة التربية، تربية البصرة، تعبنا، يعني كل صف بي 100 وما فوق، هاي معاناتنا، حتى رحلات ماكو. مناشدة من معاونة مدرسة الفراتين، هاي شوفوا حالنا، كل صف 190. أما التعليقات وردود الأفعال كانت كالتالي، وظهرت من خلال مئات المستخدمين عبر منصات التواصل والمواقع الاجتماعية. نبدأ مع تعليق لحسين الجوراني الذي قال في تعليقه عن واقع حال الطلبة في هاتين المدرستين في البصرة. يقول حسين الجوراني: وزير التربية بس يشوف سعدون وما يشوف رحلات الطلاب يقبل بنته تقعد على هاي الرحلة؟ هناك أيضا تعليق ومداخلة من مها تقول: هذا مطلب كل طلاب وكوادر العراق، الحر مو طبيعي ومدارس طابقين وعصري وكل صف 38 طالب، وين الوزير؟ هناك أيضا تعليق من ندى: إي صح، حتى مدارس أولادي ماكو رحلات أصلا، يعني محافظ البصرة بمكان ما يومية يخربون بالأرصفة ويرجعون يسووها، وصرف فلوس بالسنة مرة. انتبه على المدارس شوية، حتى الطالب يصير عنده واهس للمدرسة بس بمركز المدينة لأن الواجهة شوي معتنين بها، ليش؟ أيضا مداخلة وتعليق من رضا المالكي يقول: هو الهدف فشل التعليم والطب البنى التحتية والطب وأيضا البنى التحتية لهالبلد، وده ينجحون بهالشي، وناشدنا أو مناشدنا ما راح يسمعون أو يهتمون.
تعليق من أم تبارك تقول: وهذا طلب بسيط والله عيب قدام الدول، شو يقولون عليكم يا حكومتنا اللي صار لكم 20 سنة؟